بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تنطلق أشواطنا المستمرة في هذا اليوم الجميل والرائع على بركة الله وتوفيقه. الشوط التاسع اعلنت انطلاقته في هذه اللحظات عبر شاشة دبي ريسنج في هذا المهرجان الرمضاني للمهرجان الثاني، وهنا في ميدان دستور انطلق الشوط الخاص بالابكار الفطامين 2 كيلو متر. مشاهدينا العزاء، والتاسع في الاشواط نعود الى مقدمة الشوط مباشرة. بدية تسيطر ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي من البداية، بدية تقود المشاركات، تليها في المركز الثاني، والمركز الثاني تأتي في الشاهينية خميس بن سالم بن محمد الجنيبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي مراسيل تعود ملكيتها مشاهدينا الأعزاء لصالح بن محمد بن سالم الحبسي على المركز الثالث. هناك الوصول مع محمد بن قحيد المهيري اللي تتقدم على المركز الثالث اللي هي جواهر على المركز الرابع. أما المركز الخامس تتواجد في خامس المراكز الشاهينية، تنطلق في هذه اللحظات علي بن راشد بن مفتاح الشامسي على المركز الخامس. أما المركز السادس وصلت في هذه اللحظات الماهر السعيد بن مطر بن محمد الرميثي اللي هي الماهر. هذه النتيجة مشاهدين العزاء، وهذه الأسماء، وهذا التجمع الكبير في عبر شاشة دبي ريسنج في هذا المهرجان الكبير في هذه الانطلاقات الرائعة. الماهر على رأس حربة هذا الشوط، الماهر تقود المشاركات وتندفع بالمركز الأول. يا سلام! ولكن هناك من الجانب الآخر مشاهدين متابعينا الكرام في هذه اللحظات وصلت الظفرة حمد بن سرحان الدرعي على المركز الثاني، انطلقت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام! ولكن هناك لا زالت تتواجد بدية ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي اللحظات الأخيرة، ولكن هنا يا سلام الظفرة حمد بن سرحان بن حمد الدرعي. ولكن شوف الوصول هناك مع هذا جواهر مشاهدينا الأعزاء. خليفة بن محمد بن قحيد المهيري غير جواهر، غيرت مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط لتحمل السلامات لهالي زعبيل. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لمالك جواهر اللي فازت بالمركز الأول في هذا الشوط، وقدمت كذلك الأداء الجميل خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، بينما وصلت في المركز الثاني وصلت الماهر في المركز الثاني مشاهدي العزاء سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وصلت في المركز الثالث الظفرة لحمد بن سرحان بن حمد الدرعي. أما المركز الرابع وصلت في الظبي غدير بن حميد بن خميس اللي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس عموما على كل حال الأداء جميل ورائع للقاية. هذه جواهر على شاشة التلفزيون قدمت أداء جميل، ثلاث دقائق وثانيتين وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك جواهر خليفة بن محمد بن قحيد المهيري على هذا الفوز المستحق، بينما وصلت في المركز الثاني الماهر. قطعت المسافة ثلاث دقائق والثلاث ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سعيد بن مطر الرميثي المركز الثالث، وصلت فيه الظفرة قطعت المسافة الظفرة في فترة زمنية مقدارها ثلاث دقائق ثلاث ثواني خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الظفرة حمد بن سرحان الدرعي.